في دراسة انعملت في جامعة كامبريدج العريقة حاطة الأطباء النفسيين تحت المجهر وفي قفص الاتهام. الدراسة مع أنها من سنة 2018 لكن مثلها مثل كثير أشياء هذه الأيام على السوشيال ميديا، فجأة رجع تم تداولها وفاتحة نقاش كبير. الدراسة إيش بتقول؟ بتقول إنه الدكاترة النفسيين عندهم ازدواجية في المعايير في اختيار العلاج الأمثل لمن بيكونوا بيفكروا في مرضاهم مقارنة بلمن يكون الأمر متعلق فيهم هم نفسهم. كيف يعني؟ هذول الباحثين اللي شملوهم بالدراسة كانوا أو أخذوا في بعين أو أخذوا عينة 515 طبيب نفسي، ولقيوا إنه الطبيب النفسي في معظم الحالات لو بيفكر في علاج لنفسه بيختار دائما العلاج الأخف. فمثلا في الأمراض مثل الاكتئاب الأطباء النفسيين ما بيكتبوا لنفسهم دواء وبيفضلوا العلاج بالمراقبة والمتابعة الحثيثة، ولو الموضوع متعلق بأمراض مثل الفصام أو غيره فبيفضلوا الدواء على أنه يتم حجزهم أو فرض قيود معينة عليهم. يعني الواحد طبعا يعني عادة لما يحتار في العلاج مع أي طبيب بيقول لي الدكتور يا دكتور لو أنت مكاني إيش بتسوي. لكن يبدو بحسب هذه الدراسة أن الأطباء النفسيين لما بينسألوا هذا السؤال ما بيقول الجواب الصحيح الحق، أما الأسباب فمجهولة. بس إن الناس على المنصات جلسة طبعا بتحلل وبتاخد وبتدي، فإحنا قلنا خلينا نفترض حسن النية ونسمع منهم بنفسهم. فينضم إلينا من عمان الطبيب النفسي محمد زهران، أهلا فيك معنا. وخليني أول شيء أبتدي أسألك عن رأيك الشخصي في هذه الدراسة. يعني شوفي أنا عشان يعني كبداية بدي أحكي لك الدليل العلمي طبياً لا يعتمد على دراسة واحدة. أوكي. أضعف دليل علمي هو الدليل رأي الشخص. يعني تروح على دكتور يقول لك والله أنا حسب خبرتي، هذا أضعف دليل علمي. لكن أقوى دليل علمي اسمه ميتا أناليسيس، اللي هو مجموعة عديدة من الدراسات التي يعني تمت بحيث أنها تعتمد نتيجة معينة لشيء بحيث أنه يطلع كريكومنديشن بالنهاية نقدر إحنا كأطباء ناخده ونحكي للآخرين للناس. مثل الدراسة اللي بكامبريدج هي ب 2018 حقيقة انتشرت في مجلة علمية، ولكن هي الدراسة من 2010 كانت معمولة يعني عملت قديما. هي دراسة واحدة وتم طرح السؤال فعلا على عدد من الأطباء، لكن هذا لا يثبت بأن هذا يعني هاي النتيجة 100%. لو أنت طرحت على الأطباء هاي الأسئلة نفسها في الوقت الحالي ممكن يجاوبوا نفس الجواب. أنت بتقول لي يعني إنه أنت رافض لهذا التعميم اللي جاي في هذه الدراسة وإنه العينة يعني صغيرة. يعني في نقد في بعض يعني في شيء بنسميه نقد الدراسة. طيب. نقد الدراسة الأساسي لو بدنا ننقدها بنحكي إنه من البداية أصلاً أنت لا يجوز أن تعالج نفسك، أنت كطبيب نفسي لا يجوز أن تعالج نفسك. أوكي. يعني إذا أي طبيب نفسي بيمرض ما يعني فكيف أنتوا تسألوا الأطباء النفسيين إنه أنت لو مرضت تروح تعمل. إذن هو إيش البروتوكول؟ إذا الطبيب النفسي تعبان حيروح لطبيب نفسي آخر؟ طبيب نفسي كأي إنسان هو إنسان بالنهاية يعني. هو نسبة الأمراض الموجودة عند الناس تنطبق على نسبة الأمراض الموجودة عند الأطباء النفسيين وعند الأطباء العامين وعند أي طبيب، فهو بشري زيه زي الناس. أيوة بس يعني دراسة بتقول إنه هم لو بتطرح عليهم الخيار فبيختاروا خيارات غير اللي بيعطوها للناس. وخليني أقول لك حاجة، ليش الآن كمان هذه الدراسة لاقية صدى كبير عند الناس؟ يعني لأنه كمان الآن صار في اتهامات للأطباء النفسيين بالإفراط في توزيع الحبوب أو الأدوية اللي هي مضادة للاكتئاب وما إلى ذلك لكل أحد يروح لهم، كل ما أحد يروح لهم يجلس عندهم شوية يصرفوا له دواء ضد الاكتئاب. كيف بترد على هذا الموضوع؟ شوفي يعني حقيقة إحنا بنعتمد على الدليل العلمي. هلا سابقا يمكن ما كان في الجايد لاين أو الريكومنديشن علمي في وقت هاي الدراسة. أوكي. التوصيات يعني. في وقتها ما كان الجايد لاين بيحكي إنه إحنا لازم نعطي الإبر لمرضى الذهان اللي انتكسوا. لكن بعد 2010 صار في توصيات انه
لتقليل الانتكاسات في دليل علمي قوي طلع ميتا أناليسز زي ما حكيت في البداية اللي هو أقوى دليل علمي إنه الانتكاسات تعالج في الإبر. فهم طرحوا السؤال هذا على الأطباء اللي هم جاوبوا إنه أنا ما بفضل الإبر على نفسي، بس ما كان هذا الدليل العلمي أصلاً طالع في وقته. بالنسبة لموضوع السؤال الآخر اللي هم السؤالين اللي تسألوا، السؤال الثاني كان عن الاكتئاب، إنه لو أنت يعني إجاك مريض هل أنت بتنصح إنه يأخذ مضاد اكتئاب ولا إنه يستنى؟ هلا هذا السؤال على المرضى هم بشكل عام جاوبوا إنه ينعطى مضاد الاكتئاب، لكن هذا الشيء في الوقت الحالي ليس جايد لاين. يعني إحنا لو بدنا نلتزم بالجايد لاين فحسب درجة الاكتئاب بنحكي، يعني في درجة خفيفة من الاكتئاب ممكن أن تعالج بالثيرابي، العلاج الكلامي والعلاج المعرفي السلوكي حسب الدليل العلمي. برضو بحكي ميتا أناليس المتوسط ممكن أن يعالج بالأيذر، يعني يا إما ثيرابي. إيه لكن بشكل عام في اتجاه عالمي لصرف الأدوية وعلاج معرفي سلوكي، وكلاهما معا أفضل شيء، يعني بالدليل العلمي إنه كلاهما معا أفضل شيء. لكن كل ما شدت حدة الاكتئاب كل ما كان الدواء له يعني له فعالية أكبر فعليا. فهذا الدليل العلمي هذا كله حديث نحكي عن هلا. تخيل لو هلا ينعمل نفس الدراسة تنطرح على الأطباء ممكن يجاوبوا أجوبة مختلفة. لكن برجع بحكي النقد إنه أصلا أنت ما بصير تسأل أطباء إنه يعني بصيرش الطبيب النفسي يعالج نفسه. أوكي. يعني طيب. ما بصير لازم يلجأ لطبيب آخر هو يشرف عليه. جميل، شكرا لك على هذه المعلومات. كان معنا من عمان الطبيب النفسي محمد زهران، شكرا لك. Thank you.